خلينا نروح لفرنسا من مدينة بوردو الفرنسية، ونروح لمحمود حرب، كابتن محمود حرب طبعا مدير المنتخب الأولمبي. نطمن النهاردة على مباراة أوكرانيا والتعادل 1-1، وزي ما قلت لكم من شوية مستر ميكالي كان مبسوط من أداء المنتخب، كابتن محمد بركات مبسوط من أداء المنتخب النهاردة خصوصا في الشوط الثاني. نعرف التفاصيل من كابتن محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي من فرنسا. كابتن محمود ازيك؟ كابتن، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ حبيبي أخبارك ايه؟ تمام كله بخير والله، الحمد لله تمام يعني، ان شاء الله بالتوفيق في الاولمبياد وكده تشرفوا الكره المصريه باذن الله. ان شاء الله، ربنا يكرمنا ونشرف الكره المصريه ونشرف مصر كلها ان شاء يلا الله. احكي لي عن اليومين اللي فاتوا من ساعه ما وصلتوا فرنسا ومباراه النهارده مع اوكرانيا، وكنا بنتكلم انا وانت قريب وعلى موضوع التاشيرات والكلام ده، وقلت لنا ان الموضوع بسيط وان كده كده التاشيرات هتوصل والاي دي هيوصل للعيبه والبعثه، وفعلا وصل تاني يوم وسافرته. لكن احكي لي على اول يومين في فرنسا، التدريبات، الإقامة، مباراة النهاردة مع أوكرانيا، عشان جماهير مصر عايزة تطمن وتعرف تفاصيل سفر أو وصول منتخب الأولمبي في فرنسا. والله زي ما حضرتك عارف، احنا كان عندنا مشكله الاي دي ان هي ما وصلتش، وكنا المفروض نسافر يوم 10، ويعني تدخلنا مع السفاره المصريه مع اللجنه الاولمبيه واللجنه المنظمه ودكتور اشرف صبحي، وتوصلنا ان هم هيطلعوا لنا تاشيره مؤقته كده دخلنا فرنسا بس مش شنجل يعني، عشان يحلوا الازمه دي، لان زي ما قلت لك دي كانت مشكله في اللجنه المنظمه للبطوله اصلا، هي ما بعتتش في الميعاد المقرر اي دي ان احنا نخش بيه. تمام المهم الحمد لله اتحلت المشكله، ويوم 11 سافرنا الساعة 4 على طيارة خاصة على مدينة بوردو. بدأنا معسكرنا من يوم 12 اتمرنا، ويوم 13 ولعبنا ماتش 14، لعبنا ماتش قوي بصراحة النهاردة. فكرة كده فرقة أوكرانيا فرقة قوية جدا، فرقة محترمة. أي ماتش كان زي ما حضرتك قلت، كان الشوط الأول في دخل فينا جون، الشوط الثاني الحمد لله الأداء اختلف، قدرنا نحرز جون التعادل، وتقريبا كانت سيطرة شبه كاملة لينا يعني الشوط الثاني بالذات، ده اختلف جدا. الحمد لله الراجل مبسوط من المعسكر، ملاعب التدريب، الجو حلو جدا في المدينة اللي احنا فيها. احنا في مدينة بوردو، احنا في ضواحيها، في منطقة اسمها داكس، دي في ضواحي بوردو، فمدينة هادية كده، ملعب كويس. التدريب 10 دقايق من الفندق، ملعب المباراة برضه 10 دقايق من الفندق، الريكفري مكانه كويس، يعني كل حاجة الحمد لله الراجل مبسوط منها، واللعيبة الحمد لله مبسوطين من كل حاجة. الحمد لله. طيب يعني قول لي بقى، زيزو والنني اللعيبه الكبار اللي موجودين مع المنتخب انسجموا خلاص ودخلوا وسط المجموعه مع لعيبه المنتخب الاولمبي؟ مش عايز اقول لك ومش مجامله والله، تحس ان هم معانا من زمان يعني. يعني انا كنت ناعي الهم ده، لان يعني كان خصوصا كابتن نني مش في مصر، مش بيلعب في الدوري المصري مثلا، مش عارف اللي ده، لا خالص، تحس ان هو معانا من فتره يعني، بندمج مع اللعيبه اجتماعات تقريبا شبه يوميه مع اللعيبه، سوري، اجتماعات شبه يوميه مع اللعيبه، بعد كل وجبه لازم يجمع اللعيبه ويقعد معاهم. يعني هو كابتن بيزو بصراحه اضافه كبيره للمنتخب ان شاء الله، ويقدروا يكونوا يعني ان شاء الله سبب من اسباب ان احنا نحرز ميداليه ان شاء يا الله. رب ان شاء الله يعني تجيبوا ميداليه كده لمصر في لعبه جماعيه زي كره القدم كده. والمباراه اللي جايه بقى العراق يوم 17 برضو، قول لي اليومين اللي جايين دول هتعملوا فيهم ايه، والاستعدادات لمباراه العراق، وبعدين بعد ماتش العراق هتنتقلوا امتى لمدينه نانت عشان المباراه الاولى بقى مع الدومينيكان؟ احنا ان شاء الله هنتمرن 15 و16، نلعب 17 مباراة العراق الساعة 6 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت فرنسا، يوم ان شاء الله 18 الصبح هنتجه على مدينة نانت بقى نقرر اقامتنا في البطولة ان شاء الله في الاولمبياد. طيب دلوقتي انتوا معاكم 22 لعيب، تمام، القايمة البطولة 18 وفي 4 ريزيرف او بودلة موجودين او بالظبط احتياطي، هل مستر بالظبط ميكالي استقر على ال 18 لعيب ولا لسه؟ استقر خلاص على 18 لعيب، والاربعه اللي بدأوا بيفضلوا مكملين معانا عادي، بيشاركوا في التمرينات وكل حاجه، بس طبعا هي قايمه المباراه 18 بتختار من القايمه اللي هي الاساسيه اللي حضرتك اخترتهم من 18، لا قدر الله لو في اصابه بتعمل استبدال من الاربع لعيبه اللي موجودين يعني معانا بره. قال اللعيبه ولا لسه؟ لا لا على يعني واعلن الاربعه اللي هم هيبقوا موجودين كبدلاء يعني. طبعا، وقعد معاهم مستر، قعد معاهم اللي هم اسماء ايه يا كابتن محمود؟ اللي هو محمد سيحة حارس مرمى، محمد مغربي، مدافع، ومحمد حمدي، واحمد سيد عبد النبي. تمام. طيب ابراهيم عادل الحمد لله الاصابه تمام ولعب النهارده، شارك الحمد لله، لعب النهارده وشارك وكله تمام يعني الحمد لله.
اصل كان في كلام بقى اتقال اليومين اللي فاتوا ان هو يعني كان ما لعبش ماتش بيراميدز والاهلي، وان كان انتوا ما رضيتوش تطلعوه المعسكر ان هو كان مصاب والكلام ده، او انتوا كنتوا بتقولوا ان هو مصاب لكن هو مش مصاب بدليل ان هو لعب النهارده، فعايز توضيح منك على الموضوع ده. لا يعني انت فاهم السؤال؟ انا فاهم السؤال، بس انا ماليش دعوه بموضوع بيراميدز والمباراه، انا بكلمك على حاله لعيب في منتخب مصر. ايوه هو جانا كان بيتاهل من ساعه ما جه معانا، كان عنده مشكله في عضله الضمه. العضله الضامه، أيوة. كان اشتغل تاهيل لغايه ما سافرنا يوم 11، كان في التاهيل وبدا يخش تمرينات الكوره من يوم 12 و13، والنهارده لعب في المباراه. لا كان مستواه كويس، ما عندوش مشكله الحمد لله. لا 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 كويس الحمد لله. طيب دلوقتي محمود صابر لاعب المنتخب موقوف ماتش ولا ماتشين في الاولمبياد؟ موقوف ماتشين. ماتشين طبعا قدمنا له تظلم في الكاف. ايوه. وبعد كده واستأنفنا عليه كمان يعني، واحالوا الموضوع للفيفا لان قال لك دي بطوله قاريه مش تبع الكاف، مش تبع الكاف، وتظلمنا برضه قدام الكاف قدام الفيفا، والفيفا ردت ان هو لا هيبقى موقوف. موقوف ماتشين يعني محمود صبر اول ماتشين، ماتش الدومينيكان واوزبكستان مش موجود. موقوف بالظبط. موقوف يعني كده هنقعد 17 لعيب في السكور؟ بالظبط. طيب لا قدر الله، لا قدر الله احتاجنا حد من الاربعه البدلاء، ايه المعايير اللي تخليك تخرج لعيب من القايمه وتدخل واحد من الاربعه البدلاء؟ التقرير الطبي من قبل اصابه. اصابه لا قدر الله. بالظبط. لا قدر الله اللجنه المنظمه، واللجنه المنظمه بتشوف اذا كانت الاصابه دي تستلزم ان هو لعيب لا قدر الله يعني اصابه جامده يضطر نغيره، فبنجيب لعيب من قائمه الانتظار او الاربعه اللي معانا موجودين. ايوه. طيب هل اتفرجتوا على ماتشات لمنتخب الدومينيكان، منتخب اوزبكستان، منتخب اسبانيا؟ يعني برضو تقول لنا كده عشان احنا مش عارفين، ما شفناش المنتخبات دي، فمن خلالك تقول لنا كده. بص طبعا انا ما بتفرجش يعني، مش بتفرج يعني. ايوه انت مش فني، انت راجل مدير المنتخب من ناحيه اداريه، لكن برضه بتبقى عندك معلومات وعارف هتلاعب مين. بقول لك انا عامل لهم زي مكتب هنا كده في مقر اقامتنا. طيب. يخشوا فيه من بعد الفطار، يخرجوا على التمرين، يعني الناس قاعدين يشتغلوا. طبعا انا شايفهم بيتفرجوا طبعا على ماتشات وبيشوفوا حاجات. جايبين ماتشات يعني قدرتوا تجيبوا ماتشات للمنتخبات؟ لا 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 من زمان يعني، من قبل ما نيجي هنا اصلا يعني. ايوه. هم شغالين على الموضوع ده من زمان يعني. بيجيبوا ماتشات وبيتفرجوا ومتابعين طبعا، وبيقطعوا طبعا الراجل الحاجات المهمه والراجل بيتفرج يعني. لا متابعين طبعا كل حاجه، ومش كل حاجه في المجموعه بس يعني. الثلاث منتخبات 16 منتخب يعني. كمان يعني ثلاث منتخبات مستواهم عالي. انا عارفين اسبانيا لكن ما عندناش معلومات عن الدومينيكان واوزبكستان، يعني هل هم منتخبات قويه ابطال قارتهم اكيد زينا احنا مثلا تاني افريقيا؟ بالظبط. ال 16 منتخب اللي متأهلوا اكيد هم اجمل 16 منتخب اولمبي موجودين في العالم في الوقت الحالي يعني. ايوه. وانت زي ما حضرتك عارف بقيه المسميات ما بتختلفش دلوقتي يعني، ممكن تلاقي منتخب ما لهوش اسم او تاريخ وبيخبط في منتخب جامد او الدنيا دلوقتي بقت مختلفه، لكن هم الناس شغاله، اتفرج على الفيديوهات، اتفرج على الماتشات، بيقولوا طبعا اكيد بينقلوا الحاجات دي للعيبه في المحاضرات النظريه اللي بيعملها لهم، فيعني اكيد ان شاء الله يعني نكون على تم الاستعداد ان شاء الله. ان شاء الله. النهارده عرفت ان او امبارح مستر ميكالي قعد مع اللعيبه وانت طبعا، وحددته كباتن الفرقه النني زيزو وبعديهم ابراهيم عادل. بالظبط كده. ده كان من بدايه المعسكر يعني، من بدايه معسكر القاهره، من يعني حتى لما كلمت ابراهيم عادل في الموضوع طبعا رحب، قال لي اكيد طبعا كابتن نني كابتني وكابتن منتخب مصر، فيعني الموضوع ما كانش ما يعني كان سلس، ما فيش اي حاجه. طبعا كابتن زيزو منه اكبر تاني لعيب موجود بعد كابتن ككابتن يعني تاني كابتن ككابتن بالظبط. وبعد كده ابراهيم عادل ده كابتن، ابراهيم عادل، وبعدين اسامه فيصل بقى. اسامه فيصل صح كده؟ صح كده. حبيبي محمود، طبعا محمود حرب بحييك، وكلنا نتمنى التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله الاولمبي في الاولمبيات القادمه، وسلامنا بقى لكل افراد البعثه، وبالتوفيق، وسلم لي على مستر ميكالي والجهاز الفني كله واللعيبه، ويعني كلنا مستنيين منكم حاجه حلوه ان شاء الله في الاولمبياد. ان شاء الله ان شاء الله دعواتك، ويعني يعني كلنا والله عندنا امل وبنعمل ما في وسعنا واكتر، وكابتن بركات معانا واللي هو مشهور رئيس البعثه معانا، كلنا والله يعني على قد ما نقدر بنوفر اللعيبه اقدر اكتر حاجه نساعدهم ان هم يحققوا ميداليه ان شاء الله. اسمح لنا بقى نكلمك كل يوم كده او كل يومين عشان نطمن على المنتخب الاولمبي كده، وتطمن الجماهير المصريه ان شاء الله. تشرف يا كابتن. الله يخليك، الله يخليك كابتن محمود حرب، بشكره
شكرا جزيلا مدير المنتخب الاولمبي، وزي ما شفنا تجربه كويسه النهارده امام منتخب اوكرانيا اللي بيمثل الكره الاوروبيه في او يعني احنا بنتعود على الكره الاوروبيه او بنلعب مباراه بنحتك مع الكره الاوروبيه، عشان عندنا في مجموعتنا منتخب اسبانيا من المنتخبات القويه جدا ومرشحه زي ما قلت لكم ان هم ياخدوا ميداليه، يعني من المنتخبات القويه ان شاء الله يكون الصعود بالنسبه لنا احنا واسبانيا، طبعا بياخدوا من كل مجموعه الاول والثاني باذن الله.